بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتب الأحاديث ولله الحمد كثيرة مطولة ومختصرة، وقد اختلفت طرائق المصنفين فيها، فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب، وإنما يجمع الأحاديث العامة في العقائد وفي الأحكام وفي الآداب، وهذه تسمى بالكتب الجوامع. ومنهم من يؤلف الحديث على المسانيد كالإمام أحمد، فيذكر مسند كل صحابي وما روي عنه من الأحاديث، ثم ينتقل إلى صحابي آخر وهكذا. ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفقه، فيجمع الأحاديث الواردة في كل باب من أبواب الفقه، ابتداء بكتاب الطهارة، ابتداء بآخر أبواب الفقه. ومن هؤلاء هذا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي، الإمام الجليل في الحديث، فقد ألف هذا الكتاب عمدة الأحكام، ألفه بناء على طلب من طلبته ومحبيه الذين أنسوا فيه الأهلية والحفظ، فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتابا في الأحكام الفقهية، فألف هذا الكتاب من الصحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم. فما في هذا الكتاب من الأحاديث فهو متفق عليه بين الشيخين، وهذا منتهى الصحة، اتفق عليه الشيخان، فهو أعلى درجات
درجات الصحة، فلا حاجة إلى البحث عن سنده أو رواته، فإنه مأخوذ من الصحيحين. وقدم له بهذه المقدمة على عادة المؤلفين أنهم يبدأون كتبهم بمقدمة فيها حمد الله والثناء عليه، الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتبوا كتبهم، لأن هذه المقدمة تبين المقصود من الكتاب والغرض من الكتاب الذي بين يديك. فهذه المقدمة هي ما ماشية على هذا النمط العلمي الجليل. نعم. كتاب الطهارة. نعم، أول أبواب الفقه كتاب الطهارة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فالركن الأول وهو الشهادتان موضوع كتب التوحيد، كتب العقائد، وهذا أفرد بمؤلفات. الركن الثاني أركان من أركان الإسلام الصلاة، ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بدأ بكتاب الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة، بل أعظم شروط صحة الصلاة الطهارة، فبدأ بذلك وأورد الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة. والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية، هذه هي الطهارة، طهارة من الأحداث وهي نواقض الوضوء مثلاً، طهارة من الأخباث وهي النجاسات. فالطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية مثل ما ذكرنا، والمعنوية مثل الشرك والخبائث، إنهم ناس يتطهرون، لما كان آل لوط يتطهرون من اللواط الذي يفعله قومهم، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تطهرون من هذه الفاحشة. هذه طهارة معنوية، طهارة معنوية، وهي طهارة من الأقدار المعنوية وهي الخبائث. والطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث، هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث الذي هو نواقض الوضوء، والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث. وأما الخبث هو النجاسة التي الطارئة، النجاسة الطارئة على محل طاهر، كالنجاسة الواقعة على البدن أو على الثوب أو على البقعة، فيشترط للصلاة طهارة من الحدث، وذلك بالوضوء والاغتسال، والطهارة من الخبث، وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنها. هذه هي الطهارة. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث لأجل التذكير بالنية، أنها الأساس في كل عمل يعمله الإنسان، فلا بد أن يكون مؤسساً على نية صحيحة. ومن ذلك تأليف الكتب، فإن تأليف الكتب عمل من الأعمال، فالذي يؤلف كتاباً يجب عليه أن يخلص النية لله في تأليفه. الذي يؤلف كتاباً من كتب العلم الشرعي يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث وأن يخلص نيته في تأليفه، لأن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التأليف، لا يكون قصده طمعاً دنيوياً أو طلباً للشهرة أو إظهاراً لعلمه أو ما أشبه ذلك من المقاصد. هذه هي المناسبة ببداءة المؤلف بهذا الحديث، ولأن الطهارة يشترط لها النية، ولأن الطهارة لا تصح إلا بنية، لأنها عمل من الأعمال. وهذا الحديث حديث عظيم، يقولون إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث، كما قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من كلام خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. أربعة أحاديث: الحديث الأول الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. الحديث الثاني لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سأله سائل عن عمل يحبه الله ويحبه الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا حديث عظيم، قاعدة عظيمة، منهج يسير عليه المسلم في حياته. الحديث الثالث: دع ما ليس يعنيك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع: اعملن بنية، هذا الحديث الذي معنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي القصد والعزم، النية هي القصد والعزم، وهي من أعمال القلوب، هي من أعمال القلوب، ولهذا لا يجوز التلفظ بها، بل هي من أعمال القلوب، التلفظ بها بدعة. فينوي بقلبه الصلاة أو ينوي بقلبه الصيام أو ينوي بقلبه الحج أو العمرة أو أي عمل من الأعمال الصالحة ولا يتلفظ، يقول: نويت أن أصلي، نويت أن أتطهر، أن أتوضأ، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف أو أسعى أو غير ذلك. لأن النية عمل بالقلب لا باللسان، ولهذا يقول العلماء: النية بالقلب والتلفظ بها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية عندما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال، وإنما هذا شيء أحدثه بعض المبتدعة ولا أصل له في الشرع. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال
لا بد من تقدير، لا بد من تقدير، تقدير إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال بالنيات والمقاصد لا بصورتها الظاهرة. فقد يأتي الإنسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن، لأن نية صاحبه فاسدة، لأن نية صاحبه فاسدة، إما أنه فعله من باب الرياء أو من باب السمعة أو لأجل طمع من الدنيا، فلا يعتبر هذا العمل عند الله شيئا، لأن نية صاحبه غير صحيح. وربما يأتي الإنسان بعمل قليل مخلص لله عز وجل فيه، يكون فيه بركة وخير كثير. ليست العبرة بصور الأعمال ومظاهرها، إنما العبرة بنيات أصحابها ومقاصد أصحابها. فإن كانت نياتهم سليمة كانت أعمالهم مستقيمة ومقبولة عند الله، وإن كانت نيات أصحابها مختلة أو فاسدة فهي أعمال حابطة وباطلة. من كان يريد الحياة الدنيا، هذه النية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنهم يريدون بأعمالهم التي ظاهرها العبادة يريدون بها الدنيا، طمع الدنيا، فهذه نتيجة أعمالهم ونياتهم الفاسدة، ليس لهم في الآخرة إلا النار لفساد نياتهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه كلمة حصر، إنما الأعمال، هذه كلمة حصر، والحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. معنى هذا أن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا مع صحة النية، وأما مع فساد النية فإن الأعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت. فيجب على المسلم أن يخلص نيته عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، أن يخلص نيته لذلك من البداية حتى يكون عمله مؤسسا على أساس صحيح، ويخلص النية لله عز وجل. ومن ذلك الطهارة، فلو أن الإنسان مثلا أحضر الماء واستعمله على صورة الوضوء أو على صورة الاغتسال، أحضر الماء واستعمله على صورة الطهارة لكنه لم ينوي الطهارة، إن هذا لا يكفيه ولا يرفع عنه الحدث، ما يرفع عنه الحدث. لو اغتسل يريد التبرد والتنظف ثم قال لما فرغ أو في أثناء عمله قال أو أريد رفع الحدث، ما ينفعه هذا، لأنه أصلاً ما نوى رفع الحدث، إنما نوى التبرد أو نوى التنظف. وكذلك لو استعمل الماء على أعضاء وضوئه يريد النظافة مثلاً أو يريد إزالة الأوساخ ولم ينوي الوضوء، فإن هذا لا يجزيه عن الوضوء بفقدان النية. أما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، ما كان من باب التروك فإنه لا تشترط له النية. ولو كان على ثوبه نجاسة وعلى بدنه نجاسة وغسلها فإنها تزول النجاسة ولو لم ينوي إزالتها، لأن المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها. فلو غسلها يريد النظافة أو يريد التبرد أو يريد غير ذلك فإن هذا يكفي، لأن المقصود إزالة النجاسة وقد زالت. إنما الأعمال بالنيات،
ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيد في أن من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، فالحصول حصول المطلوب مبني على النية، فليس لك من عملك إلا ما نويته، وما لم تنوه فإنه لا ينفع. وإنما لكل امرئ، والامرئ المراد به الإنسان، امرئ يراد به الإنسان، وهو يجر وينصب امرؤا وإن امرؤا ويرفع امرؤ، فهو على حسب عوامل الإعراب، يرفع وينصب ويجر بالعلامات الظاهرة. وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما ما لم ينوه فإنه لا يحصل له. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالهجرة. الهجرة هي ترك الشيء، الرجز فهجر، المراد بالرجز الأصنام، وهجرها تركها، اترك عبادة الأصنام، فالهجر هو الترك، ومنه ترك الكلام يسمى هجرا، إذا ترك مكالمة الشخص فقد هجره، يعني ترك مكالمته. وترك المعاصي هجرة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ترك المعاصي والسيئات هجرة، فيه معنى الترك. ومن أنواع الهجرة ترك الوطن والخروج منه فرارا بالدين، ترك الوطن أو البلد إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيه فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد هاجر الصحابة من المدينة إلى الحبشة، هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة لما ضايقهم الكفار فرارا بدينهم، الهجرة الأولى. ثم هاجروا الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرارا بالدين. والهجرة عمل جليل في الإسلام، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله، الذين هاجروا وجاهدوا قرينة الجهاد، لأن فيها تركا للوطن وتركا للأولاد والأموال من أجل الدين، من أجل الدين وعبادة الله وحده لا شريك له، فهي عبادة عظيمة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. كل من لا يستطيع إقامة دينه في بلد وهناك بلد يستطيع فيه إقامة دينه فإنه يجب عليه الهجرة، فإن لم يهاجر وهو يستطيع فعليه وعيد شديد، من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فالهجرة واجبة لأجل الفرار بالدين إلى أن تقوم الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد به الهجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام، وليس معناه لا هجرة مطلقة بل الهجرة باقية، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالهجرة عمل جليل، ولهذا جاء ذكر المهاجرين مقدما على ذكر الأنصار رضي الله عنهم، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم وأموالهم وفروا بدينهم،
فاستحقوا الثناء من الله عز وجل والتقديم. فالهجرة عمل جليل، لكن إن كانت نية المهاجر والله ورسوله فلا، فإن هجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لغير الله ورسوله فإن هجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة عمل من الأعمال، ينظر إلى نية صاحبها، فإن كان نيته الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ما نوى ويكتب من المهاجرين في سبيل الله عز وجل. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. التقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، لا بد من هذا التقدير وإلا يكون الكلام مكررا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مكرر، لا بد من تقدير يبين المراد. والمراد كما قالوا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وأما من كانت هجرته لغير الله ورسوله لدنيا يصيبها، سافر من بلد إلى بلد يريد التجارة، لأن البلد الآخر فيه تجارة وفيه ثروة وفيه معيشة دنيا، الهاجر من أجل الدنيا لا من أجل الدين، أو إلى امرأة ينكحها، هاجر من أجل أن يتزوج بالبلد الذي هاجر إليه، ليس له من هجرته إلا هذه المرأة، وليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. والحديث له سبب، وهو أن رجلا هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، هاجر يريد أن يتزوج ولم يهاجر من أجل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وليست إلى الله ورسوله، ليست إلى الله ورسوله. ولهذا صار يسمى مهاجر أم قيس، صار هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس، لأن هذا قصده من الهجرة. هذا أصل الحديث وسببه، وهو مثال يوضح أول الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثال ذلك الهجرة، الهجرة عمل من الأعمال، فإن كانت نية صاحبها وجه الله الهجرة إلى رسول الله لأجل فرار بالدين فإن هجرته معتبرة شرعا وله الأجر، وإن كانت هجرته لغير ذلك، طمع دنيوي أو لامرأة يتزوجها، فليس له من الثواب والأجر عند الله شيء، وإنما هجرته للدنيا أو للزواج فقط. فهذا مما يوجب، وهذا ليس خاصا بالهجرة، هذا عام في جميع الأعمال. على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل. كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الآن، إذا استعمل الإنسان الماء على صورة الطهارة لكنه لم ينوي الطهارة ليس له إلا ما نوى. إن كان يريد التبرد له التبرد، يريد النظافة له النظافة، وليس له رفع الحدث في هذا. أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه، له ما نوى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله أي لا تكون صلاته صحيحة متقبلة عند الله مجزئة
مبرئة لذمته إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع القدرة، إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاته لا تصح إلا بذلك. أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب، إنسان محبوس في مكان ولا عنده ماء ولا تراب ولا عنده أحد، أو مريض على سرير ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عنده أحد يجيب له تراب هو، والصلاة سيخرج وقتها، فلا بأس، هذا يصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يترك الصلاة، صلي على حسب حاله ولو بدون طهارة بالماء ولا بالتراب. أما إذا كان يقدر على الماء فلا بد من الماء، إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلا بد من التراب. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، معناه أنها غير صحيحة غير مقبولة عند الله عز وجل. إذا أحدث يعني حصل منه حدث، والحدث هو ما يخرج من الإنسان من السبيلين، ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، ما يخرج من السبيلين، هذا هو الحدث. فإذا حصل منه حدث فلا بد أن يتوضأ، ودل على أنه إذا لم يحصل منه حدث، إذا كان الإنسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناقض للوضوء فإن طهارته باقية، صلي فيها ما شاء من الأوقات. أما إذا انتقض وضوءه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء. فإن صلى بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء فصلاته باطلة، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل إن بعض العلماء يحكم بردته، يقول لأنه مستهتر، لأنه إذا صلى بغير طهارة وهو يقدر على الطهارة فهذا يدل على استهتاره واستخفافه بأحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام. والجمهور يقولون لا يرتد، ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحة. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم، هؤلاء ثلاثة صحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة، نعم أعد الحديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيان، وأبي هريرة وهو هذه كنيته، أبو هريرة كنيته، وأما اسمه فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، وأصح الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس، من قبيلة دوس في جبل السرات، أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة، حسن إسلامه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، وحفظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره، لأنه تفرغ لرواية الحديث وحفظ الحديث، فحفظ من ذلك مبلغا، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث، ويسمى راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، حفظ للأمة كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يسهر عليها ويحفظها ويتقنها ويرويها، حتى صار مصدرا من مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة هي أم المؤمنين
عائشة بنت أبي بكر الصديق من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ما هناك من الخلاف بينها، يعني بين أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، على خلاف بين العلماء. بعضهم يرى أن خديجة أفضل، وبعضهم يرى أن عائشة أفضل، ولكل منهما فضائل رضي الله تعالى عنهما وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأكرمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، وفي رواية: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، وفي رواية: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. أسبغ هذا أمر بالإسباغ، وهو إتمام الوضوء، إسباغه يعني إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء، ومنه الدرع السابغ، يعني الدرع الواسع الذي يستر المقاتل. فالإسباغ معناه الإتمام والإكمال، بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء. والحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالاً أعقابهم تلوح، يعني لم يصبها الماء، فعند ذلك قال لهم: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخرة الرجل، لأن هذا الموضع لا يفطن له الإنسان، قد يتساهل فيه ويظن أن الماء وصل إليه وهو لم يصل، يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى انتباه للعقب، لأنه مؤخرة الرجل، ربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضوء ويظن أن الماء واصل وهو لم يصل. فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضوء وإيصال الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء. وكلمة ويل كلمة تهديد وعذاب، وقيل واد في جهنم، ويل هذه كلمة عذاب تهديد لمن لم يتنبه لعقبيه عند الوضوء فيسبغ الماء عليهما. وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها، رداً على الروافض الذين يقولون يكفي المسح، يكفي مسح على ظاهر القدم، فالحديث فيه رد عليهم واضح. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، فدل على أنه لا بد من تعميم الرجل بالغسل، وأنه لا يكفي المسح، فلا بد من الغسل، إنما المسح إذا كان عليهما خفاف، أما إذا كان مكشوفين فلا بد من الغسل، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وإلى بمعنى مع، أي مع الكعبين، فلا بد من غسل الكعبين وما تحتهما والعقب والقدم وجميع الرجل، بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء ولا يكفي المسح، لا بد من جريان الماء، لا بد من جريان الماء على العضو، وإن حصل معه دلك فهذا أكمل، وإن لم يحصل دلك فإنه يكفي جريان الماء على العضو. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلاً كاملاً، رداً على الرافضة الذين يقولون يكفي مسح القدمين. وفيه أنه يجب على المتوضي أن يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء. لأنه إذا لم يصل الماء إلى بعض العضو لم يصح الوضوء كله. لا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، قال: ارجع فأحسن وضوءك.
وهذا مما يؤكد على المسلم أنه لا يستعجل في حالة الوضوء، بل يتأنى ويستكمل أعضاءه بالوضوء. وربما يكون الوقت بارداً فيستعجل الإنسان ولا يسبغ الوضوء بسبب البرد. قد جاء في الحديث أن مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، في رواية إسباغ الوضوء في السبرات، يعني وقت البرد. فعلى المسلم أنه يتعاهد أعضاءه فيكمل غسلها ولا يترك منها شيئا، خصوصا العقبين وبطون الأقدام يتفطن لها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يكفي، نقف عند هذا الحديث. حسنا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كل سفر يسمى هجرة؟ يسمى هجرة لغة لا شرعا. السفر وترك البلد يسمى هجرة من باب اللغة، هجر الشيء بمعنى تركه. أما الهجرة الشرعية فهي أن ينوي بالهجرة الفرار بدينه. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله: لو الشيخ ناصر لو حركتم المراوح. نعم نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، قلتم إن إزالة النجاسة من التروك، فما معنى التروك وهل يقابلها شيء؟ التروك معناها ترك الشيء والابتعاد عنه، المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها. فإذا زالت من نفسها أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرى عليها ولم يبق لها أثر، فإنه يطهر المحل، يطهر الثوب ولو لم ينوي غسلها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم لبس كل جورب على حدة بعد غسله؟ لا بد عندما يلبس عندما يلبس الخفين أو الجوربين لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة، بعد كمال الوضوء. توضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين. ولا يكفي أنه يغسل واحد ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس، وذلك لما في حديث كما يأتي في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. فلا بد من إكمال الطهارة قبل اللبس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن؟ هذا الكتاب له شروح كثيرة، له شروح كثيرة، فأي شرح يتيسر لك تقرأ فيه. والشروح الموجودة الآن شرح ابن دقيق العيد الذي أملاه على أبي المظفر بن الأثير، فشرح ابن دقيق العيد المسمى بالعدة، شرح العمدة، هو المشهور وهو الذي بأيدي الناس. فظهر شرح مطول لابن الملقن يبلغ 10 مجلدات أو أكثر، وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب. الشروح ميسورة ولله الحمد، منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط.
وشروح معاصرة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يفهم من حديث عمر رضي الله عنه أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس للمسلم فيه أجر، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ كلام في الهجرة، الكلام في الهجرة، الذي يهاجر يريد الدنيا أو يريد الزواج ليس له أجر الهجرة، ليس له أجر الهجرة، وإنما له ما نوى. أما إذا قصد بطلب الرزق الاستعانة على عبادة الله والاستغناء عن الناس فإنه يؤجر، كذلك إذا قصد بالزواج إعفاف نفسه وطلب الذرية والمتعة المباحة يؤجر على ذلك أيضا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله الأحاديث الدالة على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار التوحيد، فما حكم من يقوم بالهجرة من بلاد المسلمين إلى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسية على ذلك؟ هذا عكس الهجرة، هذا عكس الهجرة، الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار هذا عكس الهجرة، هذا منهي عنه. سمعتم الآية: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ في الحديث أنه في الحديث: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وفي حديث: لا تتراءى ناراهما. فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة لكن يتمكن من إظهار دينه فيها فيهاجر إليها، كما هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة وهي ليست بلادا إسلامية في وقتها، لكن هي أخف البلاد ضررا، فيهاجر إلى المكان الذي يتمكن فيه من إظهار دينه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد إسلامية أخرى تعتبر هجرة، أم ينطبق عليها حكم مكة المكرمة؟ الهجرة كل ما وجد بلداً يظهر فيه الإسلام أكثر والبلد أهله مسلمون 100% وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية، لا شك أن هذا يتعين الهجرة إليه إذا أمكن، تعين الهجرة إليه إذا أمكن، ولا يترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك وفيه أعلام الوثنية وفيه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء، وكيف يبسمل إذا كان داخل الحمام؟ التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته، وإن كان ضعيفاً لكن كثرت رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضاً، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمداً لم يصح وضوءه، وإن تركها ناسياً أو جاهلاً صح وضوءه. والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، وأن معنى النفي لا وضوء يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يؤولون الحديث بهذا. والتسمية في الحمام الذي ليس فيه نجاسة وليس فيه، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ثم يرسل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر، فهذا لا يأخذ حكم الكنف والحشوش، لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب. أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تنظف ويذهب البول والغائط
يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا آخر، فيسمي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل مثل الطاقية؟ لا بأس بذلك. مسألة الطاقية أو الثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة مثل حرارة الأرض أو فيها شوك أو حصى يتوقع، فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فمباشرة المصلى بأعضائه أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لشخص توضأ لصلاة الظهر مثلاً واستمر على وضوئه حتى صلاة العصر ولم ينوي في وضوئه الأول إلا الظهر، هل له أن يصلي العصر؟ نعم، له أن يصلي ما دام وضوءه باقياً لم ينتقض، له أن يصلي عدة صلوات ما دام أن وضوءه لم ينتقض، إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد إذا توضأ وصلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي فريضة أخرى، يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، لأنه يؤخذ من الحديث الذي مر بنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يتعلم العلم الشرعي لمحاجة أهل البدعة كالرافضة وغيرهم؟ هذا من المقاصد الطيبة، أنه يتعلم العلم لأجل نصرة الحق ودحض الباطل، هذا من المقاصد الطيبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس في الوضوء. نعم. يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس في الوضوء. وسواس. بالوسواس في الوضوء، أحسن الله إليك. نعم. وفي أمور الطهارة 4 سنوات تقريباً، ولم أستطع التخلص منه، فهل من توجيه يعينني على ترك الوسواس؟ وادعوا لي يا شيخ والحاضرين بالشفاء. نعم، الوسواس هذا مرض لا شك، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والإكثار من الاستعاذة والإكثار من الورد، تلاوة القرآن، فإن الوسواس من الشيطان، والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة. ثانياً، عليك بأن لا تلتفت إلى الوسواس ولا تتأثر به، وأن تمضي في عبادتك ولا تنظر إلى الوسواس، صل واعمل العبادات ولا تنظر إلى الوسواس، ارفضه رفضاً تاماً كأنه غير موجود. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من اعتاد نعم يقول السائل: هل من اعتاد سنة في الصلاة ثم تركها هل يسجد للسهو أم لا؟ لا، ما يلزم السجود للسهو لترك سنة، ما يلزم لترك سنة، إنما يلزم لترك ركن أو واجب. أما من ترك السنة فإذا سجد لترك السنة هذا سنة، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خرج أناس إلى البر مسافة قصر. نعم. يقول: إذا خرج أناس إلى البر مسافة قصر ووافق خروجهم يوم الجمعة، فهل يصلون ظهرا؟ وإذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر؟ نعم، إن كان حولهم مسجد صلى فيه الجمعة يسمعون الأذان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة، أما إذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامع يتصلى فيه الجمعة فيصلونها ظهرا ويقصرونها. وأما الجمع فإنما يباح في حالة السير، في حالة السير في الطريق، أما إذا كانوا نازلين في البر فيصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلا؟ نعم. يقول: ما هو الضابط
في عدم وجود الماء في البر مثلا ليجوز التيمم؟ نعم، إذا بحث في ما معه ولم يجد ماء، وبحث حوله ولم يجد ماء، لا من الآبار ولا من الأمطار، بحث حوله قريبا منه ولم يجد شيئا، فإنه يتيمم. لهذا يقول الفقهاء: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. فإذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئا، أو معه شيء لا يكفي إلا لحاجته فقط، حاجة طبخه وشربه، وبحث حوله ولم يجد ماء، فإنه يتيمم. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لمن كان إماما أن يوكل في صلاة العشاء إذا كان ملازما لأحد الدروس البعيدة عن المكان الذي يسكن فيه؟ إذا وجد من ينوب عنه وهو أهل للنيابة، يعني عنده كفاءة، فإنه لا بأس، لأن ذهابه لطلب العلم هذا عذر شرعي. فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكل من يصلي عنه، والوكيل له أجر، وهو له أجر أيضا في طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد أتممنا فريضة الحج وقمنا بطواف الوداع، ثم اتجهنا إلى الكعكية في تمام الساعة، ثم اتجهنا إلى الكعكية، أي نعم، في تمام الساعة الثانية، وبيتنا بالكعكية إلى الفجر، وذلك بسبب تعبنا الشديد، فهل يلزمنا شيء؟ إذا كانت الكعكية داخل مكة من بيوت مكة فبياتكم فيها ينقض الوداع، لا بد من إعادة الوداع. أما إذا كانت الكعكية خارج مكة فلا حرج عليكم في ذلك، لو بتم في البر أو في القرى القريبة من مكة فلا حرج في ذلك، المهم الخروج من مكة، خروج من محيط مكة. نعم. فما دام أنكم بيتتم داخل مباني مكة ينتقض وداعكم ويلزمكم الإعادة، وإذا لم تعيدوا عليكم فدية بدل طواف الوداع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل جامع زوجته في رمضان ولم ينتهي إلا مع أذان الفجر، فهل يلزمه شيء؟ حسب الأذان، إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فليس عليه شيء، لأنه في ليل. أما إن كان الأذان يبدأ مع طلوع الفجر فيكون عليه إعادة اليوم، ويكون عليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة انتهت من النفاس، وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة 3 أيام ولم تصلي فيها، فهل تقضي الصلاة علما بأنها لم تأتها الدورة إلى الآن؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة انتهت من النفاس، وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة 3 أيام ولم تصلي فيها، فهل تقضي الصلاة علما بأنها لم تأتها الدورة إلى الآن؟ إن كانت أكملت 40 فالنفاس ينتهي بال40، ولا يعتبر ما ينزل بعد 40 من النفاس، فتصلي ولو نزل عليها دم، لأنه يعتبر دم فساد، إلا إذا صادف عادة الحيض، إذا صادف عادة الحيض ودورة الحيض فإنها تعتبره حيضا ولا تعتبره نفاسا، تجلس فيه على أنه حيض. أما إذا لم يصادف عادة الحيض فإنه لا يعتبر وتصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ،
يقول السائل: هل يكفي جريان الماء هل يكفي جريان الماء على الوضوء على العضو في الغسل؟ نعم يكفي، إذا جرى الماء على البدن في الغسل فإنه يكفي، الدلك إنما هو سنة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إمام صلى بالناس وهو لابسا للبشت وضعه على عاتقه ولم يدخل يديه في الكم، فهل هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة؟ ليس هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة، لأن عليه ثيابا غير هذا البشت، عليه ثياب ليس هذا من السدل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل يجوز لي أن أصلي التحية مع أنه وقت نهي؟ مسألة فيها خلاف قوي، من قدم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اعتبر هذا من ذوات الأسباب فإنه يصلي. هذا قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وإن قدم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر فجلس فلا حرج عليه، لأن هذا قول طوائف كثيرة من أهل العلم، فهذا من تعارض العمومين، هذا من تعارض العمومين، عموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد في أي وقت، وعموم النهي عن الصلاة عن جميع الصلوات في صلوات النوافل في وقت النهي، فبعضهم يقدم عموم النهي عن الصلوات النوافل، وبعضهم يقدم عموم الأمر أو عموم النهي عن الجلوس، فالمسألة خلافية وخلاف قوي، فمن صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه، لأن كل واحد له مستند. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ لا يشترط هذا، لا يشترط التتابع في كفارة اليمين، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يذكر تتابعا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يزهد في التمذهب وحفظ متون الفقه بحجة الاجتهاد والأخذ من الحديث، فما رأيكم؟ هذا يريد أن يتسور المباني قبل أن ماذا؟ لا يجوز، ما يجوز للإنسان، هو بلغ يعني شروط المجتهد، صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، توفرت فيه شروط الاجتهاد، فإذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد، أما إذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وإنما هو مسكين عامي ولا مبتدي ولم يدرس شيئا من العلم، فهذا على خطر عظيم، يجب عليه التقليد وإلا يضيع. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد، فلا بد أن يأخذ بمذهب من مذاهب أهل العلم وأهل السنة، لأن هذا متعين عليه، ولا يجوز له أن يجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فيضيع ويضيع غيره، وهذه بلية كثير من المعاصرين اليوم، أنهم ظنوا أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا أوليات العلوم، لم يعرفوا أوليات العلوم، لا يعرف النحو، لا يعرف الأصول، لا يعرف الفقه، لا يعرف قواعد الفقه، لا يعرف التفسير، لا يعرف الحديث، كيف يصير هذا مجتهد؟ ولم يدرس على أحد من أهل العلم، إنما يقرأ في الكتب فقط، هذا خطر على نفسه، خطر على المسلمين. نعم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعرف قدر نفسه، لأن المسألة ما هي مسألة سهلة، مسألة دين، مسألة وقوف بين يدي الله يوم القيامة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا ليس من أهل العلم، هذا من المتطفلين والمبتدئين، من أين أخذ العلم؟ على من تعلم؟ على من درس؟
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن ينوي المسلم نيتين بالصوم، مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده، وينوي أيضا صيام 3 أيام من كل شهر؟ صيام عاشوراء مستقل، صيام يوما قبله وبعده هذا صيام مستقل، 3 أيام من كل شهر هذه عبادة مستقلة، فلا يدخل هذا في هذا، يصوم 3 أيام من الشهر ويصوم يوم عاشوراء أو يوم قبله أو يوم بعده. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الرجل لابسا للشراب فهل يمسح العقب معه؟ نعم. يقول: إذا كان الرجل لابسا للشراب، نعم، فهل يمسح العقب معه؟ يمسح ما ورد الدليل بمسحه، وهو من رؤوس الأصابع إلى الساق، ظاهر الخف أو ظاهر الجوارب، هذا الذي ورد، ولا يمسح الجوانب، جوانب الرجل أو عقب الرجل، هذا ما ورد مسحه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء؟ نعم. هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء؟ لمس البول سواء من الطفل أو من الكبير لا ينقض الوضوء، ولكن ينجس اليد، فيجب غسله، يجب غسله، لأنه نجاسة في اليد أو في الثوب. وأما الوضوء فهو صحيح، الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يسجل صوته في المسجل؟ متابعة المؤذن الذي يؤذن بصوت حي، أما الذي تسجيل فلا، هذا ليس له حكم الأذان، هذا ليس له حكم الأذان، ولا يتأتى به الأذان، فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدوا الأذان، لا بد، لأن الأذان عبادة لا بد أن تؤدى من شخص يقوم بها، أما التسجيل هذا لا يؤدي العبادة ولا يكفي في الأذان، فالأذان المعتبر هو الأذان الحي الذي يؤدى وقت دخول الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندما أريد الطهارة تكون نيتي لأداء الصلاة، فهل تكفي عن نية الوضوء؟ نعم، إذا نوى رفع الحدث أو نوى الصلاة، إذا نوى الصلاة بالوضوء فإنه يكفي، يعني ينوي إما رفع الحدث وإما ينوي استباحة الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حفظكم الله، ما معنى كلامكم فهجرته إلى الله حكما وشرعا؟ معناه واضح يا أخي، ما يحتاج إلى بيان، يعني من الصعب توضيح الواضح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ يعني خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين؟ نعم، جماعة من أهل العلم يرون هذا، إن الخارج الفاحش الكثير النجس من البدن مثل الخارج من السبيلين، مثل القيء، مثل الدم الفاحش الخارج من النجس، الفاحش النجس الخارج من البدن ينقض الوضوء ولو لم يكن من السبيلين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قول البعض يا وجه الله؟ لا يجوز هذا، ما يجوز مناداة الصفة، ما يقول يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله، وإنما يقول يا الله، فيدعو الله سبحانه وتعالى ولا يدعو الصفة. نعم. انتهى، تبارك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.